توقعات نوستراداموس مخيفة ومرعبة للفترة القادمة. نوستراداموس من أشهر الفرنسيين المنجمين على مستوى العالم كله في القرن السادس عشر وحتى الآن، بيزال الآن هو ونبوءاته اللي بيجلبها البعض وبيسخر منها آخرون لحد النهاردة، وبعد قرون من حياته لا تزال موضوع للنقاش، وما زالت هي الأولى وما زالت تحدث فعلا للآن. أهلا وسهلا بيكم، بتمنى لو أول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان نكون أصدقاء، ولو عجبكم الفيديو الدعم باللايك. نوستراداموس طبعا الكل سمع عنه، في ناس بتحب توقعاته وبتسمعها وفي ناس تانية بتسخر منه. من أشهر المنجمين في فرنسا وفي العالم كله، كان بدأ حياته كطبيب وبدأ ممارسته الطبية في القرن السادس عشر، على الرغم من أنه كان طبيب يعني دكتور، لكن وفقا طبعا للي ذكروا كتير بدأ بالتنبؤات منذ حوالي 1547 عفوا، ونشر نبوءاته. يعني هو بدأ في النبوءات بتاعته سنة 1547 ونشر نبوءاته في كتاب بعنوان، الكتاب ده اسمه القرون، كان سنة 1555، يعني 3 1 و3 5. اكتسب نوستراداموس سمعة سيئة للأسف خلال حياته عندما تحققت نبوءاته، ودعوه أيضا بالساحر، حتى تمت دعوته لبلاط كاثرين ثم زوجة الملك هنري الثاني ملك فرنسا، طبعا دعته للتطلع يعني عشان يقول لها الأبراج لأطفالها. بتميل نبوءات نوستراداموس إلى أن تكون حول أنواع عامة من الأحداث زي الكوارث الطبيعية والأحداث المرتبطة بالصراعات، واللي بتميل للحدوث بانتظام مع مرور الوقت أو الزمن. بيعتقد الناس ان نبوءاته اللي تنبأ بيها احداث فعلية زي وفاة هنري الثاني، ده كانت واحدة من نبوءاته، والثورة الفرنسية اللي كانت برضو من نبوءاته، وصعود نابليون وصعود أدلف هتلر وهجمات 11 سبتمبر. يعني تنبأ بالقديم والحديث كله في كتابه، كل نبوءاته تحققت. كلنا بنعلم لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن نبوءات نوستراداموس أو توقعاته تحققت. يرى ناس تانية بتشوف أنه نظرا لأن نبوءاته بتميل لأن تكون حول أنواع عامة من الأحداث اللي بتحدث بشكل متكرر عبر التاريخ ومكتوبة بطريقة غامضة يعني زي ألغاز، من الممكن العثور على نبوءة تبدو متطابقة تقريبا مع أي حدث بيحدث. ليه؟ لأنه قالها كألغاز، يعني ما قالهاش بطريقة مبسطة. هو كان بيتوقع للفترة اللي احنا فيها دي 2024، الفترة اللي هتبدأ بحروب وحروب عالمية، وأيضا النووي هيستخدم للأسف حسب نبوءاته في العام 2024. كان بيقول ان العالم يحترق وان هيكون في يعني اماكن كتيرة جدا في العالم بتحارب مع بعضها، وكان بيتنبأ بان العام ده اللي احنا فيه هيكون للأسف زلازل وطاقات نووية ويعني حروب كبيرة. حسب توقعاته هتكون حروب مدمرة، وكان بيتوقع ايضا ان
يعني الصين هتسود العالم في وقت ما، في الفترة يعني اللي هي 2024. توقع أحداث فعلا حصلت جدا وكانت مخيفة جدا، فهو تنبأ يعني ل2024 خمس نبوءات كلها صادمة ومخيفة. تنبأ ان سيركز رئيس امريكا في يعني عام او مع مصيرها في عام التنين. هو مسمي 2024 بعام التنين، معنى كده ان اللي حسب تنبؤاته يعني توقعاته التنين ده اللي هو الصين، وهترقص امريكا على عام التنين في مواجهة التحديات والفرص. ومن المتوقع ان ترتقي الصين بتوسعها العالمي لمكانة بارزة لا مثيل لها. وطبعا احنا شايفين من ساعة ازمة كورونا والصين هي اللي بتتقدم. بيقول اهم خمس توقعات هنقولهم ل 2024. واحد، رقصة التانغو لبوتين مع التنين في 2024. 2024 عام لا توجد فيه التنانين او الروايات الخيالية يعني بس، بل كمان هيكون فيه مخططات فلكية اللي هتؤثر على قادة العالم. بوتين على استعداد للرقص مع مصيره في عام التنين. ده اللي كان يعني بيقول عليه، هيقابل تحديات أنفاس التنين النارية وهتكون ساخنة عليه، والعالم هيشاهدها بفارغ الصبر. اتنين، الصين هتكون يعني طبعا في تقدم كبير جدا جدا حسب التوقعات اللي هو قالها. بيقولها تحدث الصين ضجة كبيرة بالفعل، وليس فقط بيوم يعني او يعني بيوم فقط، ولكن هيكلهم يعني معنى الكلام اللي هو قاله، هو طبعا قايله بالفرنسي وقايله بطريقة الغاز، ولكن احنا بنوضحه على قد ما نقدر. بيقول ان بصمتهم العالمية تتوسع بشكل اسرع من كوب الشاي الاخضر المسكوب. يعني هو ده اللي هو التشبيه اللي هو شبه بيه، وبيلمح ان هيبقوا يعني او هيصبحوا قادة للعالم كله، وهم القادة المقبلين للعالم، وهيكونوا فعلا نجوم عالميين، ولا هيقدموا على قائمة اوسع من التعاون الدولي. كعكة الحظ المستقبلية لا تزال غير معلنة. ده هو بيقول كلام يعني بألغاز. رقم 3 في توقعاته، طباعة المستقبل عضو بعد عضو. بيتخيل ان في عالق هينتج فيه الطباعة ثلاثية الأبعاد، وكمان هيكون يعني هيجي في الصحيفة دي بتاعة الصباح هتكون بطريقة ثلاثية الأبعاد في 2024، وهتكون على وشك تحقيق حاجة كده زي المعجزات الطبية الحيوية، وده بفضل يعني كلام نوستراداموس. الناس طبعا بتاخد بيه وبتحاول تعرف ايه اللي هو كان بيقصده. اكيد يعني المعجزات الطبية هيكون فيه دواء جديد وفعال لمرض ما، وبيفضل ان يكون مستقبل زراعة الاعضاء يعني بسيط، زي اختيار قالب يعني زي ما بنشتري حاجة. هو بيقول ان زراعة الاعضاء هتكون بنفس الطريقة، والقلب كمان هيتم طباعته وزراعته بنفس الشكل. رقم 4 يعني هو يعني بيقول ان
زراعة الأعضاء تبقى حاجة عادية جدا في 2024 ومتقدمة، حتى القلب هيزرعوه بمنتهى البساطة والسهولة. وأربعة، رقم أربعة في توقعات الذكاء الاصطناعي من المساعدين الأذكياء إلى الحكام، بيتوقع إن ده توقع مخيف ومرعب إن الذكاء الاصطناعي هيتحكم في العالم كله وهيحكم كمان في العام 2024. وبيقول لا يقتصر على الطائرات الورقية، إنه فجر عصر تكنولوجي جديد. لا يقتصر الذكاء الاصطناعي على سؤال يعني فقط وسؤال الطقس فقط، ولكن بيتصور انه هيكون في ابتكار مدعوم جدا في الذكاء الاصطناعي، يعني في ثورة هتحدث في هذا المجال. ومن الاطباء اللي بيشخصوا، يعني هيكون في الذكاء الاصطناعي كمان اطباء بتشخص الامراض باستخدام الذكاء الاصطناعي او الروبوتات، وهيعملوا كمان فنجان القهوة. يعني الذكاء الاصطناعي يعمل فنجان، هيبقى هو المتحكم في العالم وبيعمل كل شيء، حتى الكشف على الناس وانه يديهم ادوية، وكمان حتى القهوة في بيوتنا هيعملها. طبعا اكيد مش هنا يعني في الدول العربية، ولكن هتكون في الدول اكيد الاوروبية والدول يعني الامريكية. رقم خمسة من توقعاته بيقول ان النجم الاوروبي الصاعد اللغز الكريزمي، هو بيقولها بالغاز غريبة جدا. بيقول في مكان ما في شوارع اوروبا الغربية الجميلة هيظهر زعيم شاب يفضل القوة لشكسبير وسحر المؤثر الحديث. من المتوقع ان يؤثر الفرد ده على الجماهير ويعيد تشكيل الجغرافيا السياسية، فهل سيكون منارة للامل في الأوقات المضطربة أم حافز للتغيير غير المتوقع؟ الساعة الرملية فقط هي اللي هتخبرنا بذلك. بتوقع أن في شخصية هتيجي عن يعني في أوروبا وهتكون مشهورة وهتحكم العالم بطريقتها، بالذات في يعني أوروبا، مش هتكون عندنا إحنا. التوقعات مخيفة اللي كان توقعها روبرت وبعض التوقعات الأخرى. وبيقول طبعا إن أمريكا ستهبط جدا في كل شيء، واللي هيعلو الصين. بنتمنى الخير للجميع، وبنتمنى إن ربنا سبحانه وتعالى يدعم أهل غزة ويقف معاهم. هو ربنا سبحانه وتعالى معاهم في كل وقت طبعا. بنتمنى منه ان الله سبحانه وتعالى ينصرهم في كل وقت وحين.